كنت باغا نمشي لتركيا، كتعجبني هي توريست يا خدمه كيف ما كان الحال. كان عامي ديالي باش نخدم قبل مني تما، وكانوا محتاجين بنات كيهضروا بالعربيه والتركيه او ميم طون، عرض عليا وما فلاتش الفرصه. كل ما تزوجتيش كنتي غادي ترجعي للمغرب حيت ما كملتيش نفس الخدمه؟ كيفاش يعني؟ كل ما تزوجتيش واش كنتي غتستقري في تركيا ولا ترجعي للمغرب؟ ما عرفتش، كل ما تزوجتش كنت غادي نرجع. كنت انا ناوي اصلا نخدم واحد المده ونجمع فلوس وننزل المغرب ندير مشروع، هادشي باش فاش كنت غاده ناويه. ولكن فاش مشيت عجبتني ما كنظنش، واخا ما نتزوجش كنت غنبقى تما. تركيا معروفه بالعنصريه، عمر مجده متعرضات لها؟ انا ما عمرني تعرضت، انا ما تعرضتش للعنصريه تما. واخا تركيا معروفه بالعشائر. عشائر كنقول عشائر كاينين الاسلحه. عائلة الزوج ديالك زعما ما متبعش التقاليد؟ ما عندهمش اللي باقين في البلاد بحال قلتي دابا؟ مثلا انا ناصريه من نواصر وجايه كنعيش في كازا، عائلة راجلي تما من المملكات، يعني من البلاد جايين للمدينه. في المدينه ما كاينش هادشي، ولكن ولاد العمام وداكشي اللي باقين تما باقي، يعني ياخذ لهم شي واحد يهرب لهم مع بنتهم كيشدوهم يقتلوهم جوج، باقي عندهم داكشي ديال العشيره. كانت واحد الفتره نتصدى على التجاره والبنات في المغربيات في تركيا. معروفه في تركيا هاد المشكل مع المغربيات بزاف. واش عمرك ما تعرضتي لشي مشكل بسببك انك امراه مغربيه تما عايشه في تركيا؟ عمرني ما تعرضت. مره واحده فاش كان طاح ولدي وشكوا فيا انني انا اللي لحته زعما من البالكون، كانوا عاملوني معامله خايبه في الكوميساريه حيت كانت شي مغربيه قبل مني لحت ولدها. هذيك المره الوحيده اللي يعني حيت انا مغربيه تعاملت معامله خايبه. شنو الرد ديالك على الناس وجينا اللي كيقولوا بلي السبب ان الزوج ديالك ما دخلش، سبب ان الزوج ديالك ما دخلش المغرب هو انه كينتمي لشي عصابه تركيه ولا شي حاجه؟ ما عندهاش علاقه، بنادم كيبغي غير يهضر ويقول. كاين اللي كيقول راه مزوج وعنده التوام من مره اخرى، عنده محكمه وطلاق وداك الشيء. كاين اللي كيقول هذا عصابه تخربيق، كل مره كيخرجوا اشهار. كاينين بزاف بحالك اللي كيقولوا تما كيديروا لايف كيقولوا بلي كتدخلوا تضربوا معانا نتوما سعايا وهكا. شنو الرد ديالك على الناس اللي فحالك كيقولوا بلي الفنانين راه سعايا الا داروا لايف؟ هي ماشي سعايا، دابا كلشي ولا كيدير تيك توك، ولا معروف بان التيك توك فيه الفلوس، داكشي علاش كلشي ولا كيدير لايف. وما كتجيني السعايا، يعني راه الا ما كيدخلوش يقول لكم صيفطوا ليا الهدايا صيفطوا ليا، الا داير اللايف عادي ديالو الناس كيصيفطوا ليه هدايا من حبهم راه ماشي سعايا. ولكن الا كيقول لهم صيفطوا ليا راه حاجه اخرى. مجدة كتكلبي بشكل عفوي في الفيديوهات ديالك لدرجه ان حتى المشاكل ديالك كتشاركيهم مع المتابعات ديالك. واش مجدة حتى هي من الناس اللي كيقولوا عليهم بلي راه سعايا حيت كتبقى تقول لي رابعت هذه ما عنديش هذه خصني هذه؟ حتى انا شحال من مره كنكون بعفويه كنهضر يعني كنعاود مشاكلي، واحد الوقت ما كنلقاوش باش نشريو مثلا الخبز او هذه، مره عندي مره ما عنديش، نهار ليك نهار عليك، كنقولها بعفويه وهما كيقولوا لك سعايا. انا راح ما طالعش في فيديو كنقول لهم عطيوني راني ما عنديش، غير كدوز وسط الهضره وكيصدقوا كيشدوني منها ويبقاو يقولوا لي سعايا. واش مجدة كتفكر انها تستقر في المغرب واش كتوجد لشي مشروع؟ سورتو انا بزاف دابا اللي معروفين ولاو كيوجدوا مشاريع وكيديروهم. باغا ندير مشروع، هي من شحال هادي كل مره كنزل المغرب كنقول هاد المره ما غنطلع حتى نحل المشروع نوقفه على رجليه، وما كييسرش الله. هاد المره حالفه حتى ندير ان شاء الله شي مشروع، وغادي نبقى نمشي مره هنا مره لهي حتى ان شاء الله نثبت اموري وغنستقر في المغرب كنتمنى. شكون اليوتيوبرز اللي عزيزه على مجدة وكتبعها بزاف؟ كتشوفها باليوتيوبرز كتقدم محتوى زوين؟ كتعجبني، كاينين بزاف اليوتيوبرز مغربيات كيقدموا محتوى زوين، ولكن بالضبط اللي متبعها من شحال هادي وحتى لدابا باقي كنشوف لها فيديوهات، واخا دابا مابقاتش كتحط هي كرام بلا نوفا
حيت التقار ما عمرك تلقايا معاطيه مع شي حد، وداكشي داكشي علاش كيعجبني المحتوى ديالها. واش كاين شي مشكل ما بينك وبين اسم بيوتي؟ ابدا عمر ما كان بيناتنا حتى مشكل. علاش ما كتلاقاوش؟ ما كنتلاقاوش حيت ديجا حنا فاش كنت جيت المغرب تواصلت معايا تلاقينا مره، من وراها فاش مشيت لتركيا بقينا سلام سلام مره مره في التليفون، من وراها هكا تقطع الاتصال، ولكن راه هي متبعاني انا متبعها في انستغرام، يعني ما كان حتى مشكل. واخا هذا تعليق بزاف طالع من طرف المغاربه كيقولوا بلي ماجده ما عندهاش الصوت ولكن داخله المجال الغناء. انا ديما كنعترف انني ما عندي الصوت، وانا مني بديت اليوتيوب عندي 15 عام ولا اقل، كنت كندير دي باغودي ديما، كيعجبني نادي اغنيه سواء كباغودي نبدل الكلمات نديرها مضحكه سواء عاديه، وانا من الناس اللي كتصنطل الموسيقى بزاف وكنحماق عليها، بغيت نجرب نادي حيت وليت كنشوف بزاف الناس كيديروا اغاني يعني لا صوت والو، ولكن كنحترمهم بغاو ياديو كيخرجوا بروجي زوين الله يسهل عليهم. قلت حتى انا علاش ما نجربش. شكرا بزاف المتابعين اشواق حيت تبعوا معنا لا فيديو حتى لهاد اللقطه، كنبغيكم بزاف، بيزو. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.